مقدروش بالقرآن، كاين شرط قرآن الأمر. وكيف ستنتخبوا الأمين عام المقبل؟ واش المؤتمر اللي غادي ينتخبوا؟ واش أعضاء المجلس الوطني؟ واش المكتب السياسي اللي غادي يكون؟ شكرا جزيلا. ذلك بلادي لا يتم الذهاب الى المكتب الداخلي لرئاسه المجلس الوطني الذي تابع له اعضاء المجلس الوطني. مكتب 611 هو الذي ينتخب فيه رئيس او رئيس المجلس الوطني. هنا الامين عام مكتب الامين العام الى حد الساعه لم تنقش فيه الدوله. فيما يخص خدمة أنا أتحمق سادات 558 جوا عدد العلماء شركة الحضارات طبق الجهاز تطرق طبق الجهاز تطرق
كاين ما ديرهمش غادي مجموعين انا ما غاديش فرحي ما كنديرش شي حاجه شخصيا ما كنديروش شي حاجه اللي ما خطرتش السيد رئيس السيد رئيس المصادر السيد رئيس هيئه المنتخبين اللي هو صحابي الفرشي اللي غادي نجمع انجاح واحد طبيعي على انه من بعد 8 شهور ديال الصراع كيبقى بعض الامور غاديه وجميع اذا كاين شي حاجه اللي كنكد عليها دابا الان هي ان الجميع همه الوحيد هو انجاح المؤتمر قبل ما تشكون اللي غادي يكون امينها الهم ديالنا جميع هو انجاح المؤتمر والى مرات 8 شهور بهذا الشكل كيبقى الحزب قوي سيخرج اكثر قوه فهذا كيدل على ان الاخوان كيحضروا المصلحه ديال الوطن ومصلحه الحزب توقفوا لها طيحوا الحمد لله الشيخ اليوم الذي يسمى الأول علاقة بالتمويل المؤتمر من أي مصادر تمويل المؤتمر مليار اللي يقولون باش يخلفوا هم بعد مليار ونص ولكن يقال بأنه السؤال الثاني يتعلق بتأمين المؤتمر معروف بأنه في مشكلة في الأبعاد وفي المركز تأملت بأنه ممكن يكون المؤتمر مهدد وتعرفت من طريقة الولوج للمؤتمر كيفاش غتنظموها واش غيكونوا لي باز واش غادي يكون شركة التأمين شركة ديال الأمن الخاص اللي ممكن تصور الولوج بعد المؤتمر خاصة المقاويس يعني الإمكانات وما تعرفت الأشخاص الغرباء انا كنت في ذلك الحمد لله ما عندي التريره واش التريره راه كبار جدا اللي كيدعي شي حاجه بدون تبرير فيما يخص تمويل المؤتمر ديالاتو تمويل المؤتمر كما عرفوا انه سيكون عندنا 12 مليون جدا هي هو ديال الوزير كما هو متعارف عليه بالنسبه لجميع الوزراء الداخليه تدعم المؤتمرات الاحزاب السياسيه بنصف المبلغ اللي كيشدو الحزب في اطار الدعم السنوي للاحزاب السياسيه وقت اللي كيوصل المؤتمر ديال الحزب داخليا كتعطي النصف ديال المبلغ اللي كيشد المبلغ السنوي ما عرفناش شنو المبلغ السنوي اللي كيشد الحزب ولكن تعرفوا من بعد ان شاء الله غادي نقلع هو 6 مليون ديال الدراهم اللي غتعملها بها وزاره الداخليه باعتبار ان حزب حسن البعصري كيتلقى سنويا دعما ديال 12 مليون ديال الدراهم باعتبار عدد البرلمانيين والباقيين في هذا الدعم وزاره الداخليه ديال المعروف تقول لي غادي هذيك 6 مليون ديال الدراهم غادي تبقى 6 مليون درهم اللي باقيه طبق الجميع على انه سيتم توزيعها على الجهات عندنا 12 جهه كل جهه معناها 50 مليون كل جهه كل المناضلين غيساهموا من اجل انجاح المؤتمر وبالتالي المساهمه غتكون مساهمه ديال المؤتمرين من اجل انجاح المؤتمر قلت بان كل جهه غتساهم ديال 500000 درهم يعني 50 مليون كل جهه هي غتعطي 6 مليون ديال الدرهم زائد 6 مليون ديال الوزاره الداخليه اللي غيكون في حق المؤتمر وستكون مساهمات المناضلين فيما يخص التأمين على اي شركه تنظم تظاهر وتظاهرات الواجب ديالها المساله ديال السكيورتي ديال الولوج الخارج فيما يخص هذا الباب كنقول لكم الناس اللي غيشرفوا اولا هما المناضلين وغادي يكون في كل جهه جوج مسؤولين على كل جهه زائد الناس ديال اللوجيستيك وسيكون المؤتمر ناجح ان شاء الله وغيكون الصداع الاول بعد اللي كينتظر شي حاجه غير سهل المؤتمر غيكون في امن وامان وفي ناجح ان شاء الله تفضل صباح الخير باش موقع تلك العربيه سي سمير هذه اول مره كنشوف يعني هذا النقاش التجاجل
واش يعني هذا النقاش هذا واش هو يعني وليد يعني مكان طبيعي لكن شغل شي خطر معاصر لا شي جهات خلات عليه وبداو جات المدابة شكون كان كتكون في المجتمع المدني هذا السؤال الثاني اللي هو إذا كان كيف عندي فترة ديال 10 سنين ولا 4 سنين ولا إلى حد ما، أنا 4 سنين صحيح ما كانش سياسة، ضربنا جميع ضربنا الترشيح الحق ضربنا الترشيح الفردي وضربنا الترشيح الاجتماعي. في خلال الممارسة عندي كندير عشان مرة الترشيح الفردي أو الترشيح الفردي أو الجهاز كنت عليك في السياسة خرج إلا ما دخلش. قلنا بأن كيف ننتخب الأمين العام ديفولت فيه يكون عنده الحكم ديالو، دخل على أن فاز القمر سيتم انتخاب اللائحة، معناها الأمين العام اللي طلع ينتخب اللائحة، كاين مجموعة أخرى تنتخب اللائحة. عرفت شنو كيقول هو لك أمين العام، هذا التصور ديال الناس اللي كنتو كتشوفوا عليهم في السياسي باش تحمل المسؤولية ديالو كامل. والثانية أن كان حق أي واحد يقدم اللائحة أخرى أو ضد، وسيتم التصويت على اللائحة. فيما يخص أول شيء قلت لك الحمد لله الحزب عرف واحد، العالم كامل عرف حركي، العالم العربي عرف حركي أكثر، فما بالك الحزب ديال قصر الوسط، هذا جو صحي اللي فيه نقاش وفيه ترشحات، وأنا قلت لك غادي راس بقاسي 8 الجمعة الجاية تروح ما عرفش شكون الأمين، وهذا الصراع غادي تزال هذا النقاش بين الأمناء العالمين وهذ المرشحين اللي كتطلبوها بين كل سبان ولكن ينتقدوا بعضياتهم ما كاين مشكل. يتم هذا المجلس تكون بروح رياضية كما تقولوا وروح إيجابية. تفضل آخر كل واحد. صباح الخير ديما السؤال الثاني كان احتجاج داخل الاجتماعات السياسيه في الدربنه، واش تسمحوا مثلا بحال سعيد الناصري اللي عنده بحال الدوري يكون مرشح حاليا؟ واش كاين هذه الامكانيه؟ لان راج انه يمكن يترشح. والسؤال الاخير واش تستدعيوا جميع الامناء العامه السابقون ما بين كلياس روماري في المغرب؟ واش تم حل الاشكال معاه ولا ما يجيش؟ وهل حصلتم على ديك 400 مليون اللي مشات مع الرئيس طارق في الجمعيه البرلمانيه واختفت كما تبخرت العمليه؟ يا ايها الذين امنوا جاءكم قاسم في لبن فتبينوا رئيس الدين الصحة أنا قلت يا مدينة أمل إذا عن حيث خرجت من الفارغ أنت لا تقول هل الذي توصلت أيها الذين تبألتوا جاءكم فاسقون بنبأ لكن هذه النجا بنبأ أيها الذين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فيما يخص نسبة احترام القانون الأساسي وضع به واحترام النسبة الديالية للنساء واحترام النسبة الديالية للشباب، هذه معايير موضوعة داخلية. فيما يخص عدم الترشح أو ترشح المنصب ديما الحزب المجلس الوطني كتبنا فيه ضعف والأمين العام رجل معناها ما كاينش أكثر من هذه المراسلة، فالمنصب لا إذا كان أي أخت تشوف راسها عندها الكفاءة هي الأمين العام، الأمن العام مرحبا به. فيما يخص سعيد الناصري واش غنسكتوا عليه؟ حنا ما كنتمنوا حتى واحد، الأصل هو الإباحة، من حق أي واحد يعبر على راسه ترشيح. سي سعيد الناصري بغى يترشح مرحبا به، وسعيد الناصري ما محتاجش تمنعوه ولا نحبسوا، هو شاد الوداد فأدرك الوداد عادي تمنعوه. فيما يخص إلياس عمري، إلياس عمري هو مرادي داخل الحزب من الناس داخل هو خدمات جديدة للحزب، هو كباقي هو عضو فتوا عنده الحق باش يعطي الحق
وعطى الحزب الخطاب الاحتلال الدور هو دعوة المؤتمر ستكون موجهة لي كباقي المراهقين ويشرف لنا الدور الحزب الرئاسي. انا ما خبرتش واش تبرعوا ولا الداخل فيما يجب. فيما يخص مالية المستشارين انا لست مؤهلا اجابة عليها. لان جوج اعتبارات انا مهم هي اللجنة التحضيرية للمؤتمر. ويمكن نجاوب على ما يتعلق بالحزب هذا كيتعلق بالمستشارين ومساهمة المستشارين في السوق هذا بحال دار ديري بلادهم. يجمعوا الفلوس واحد السوق مستشارين يساهموا فيها بلادهم. المسؤول على هذا الشيء هو امين الله اذا عنده شيء اخر يحاول المستشارين. بالنسبه لنا واش صحيح هذا الشيء ولا صحيحش؟ لا تمت إقالة الرئيس فارق بناء على ما جرى. يعني ما صدر على الحزب من القياديين نحن غنصبر غادي نفيو داك الشيء فيك تبنا وغادي يعني كل وضوح. هذا السيد وقع ما وقع اذا خرجت من داخل الحزب ماشي مع الداخل. انا نقول انا جو من داخل الحزب وتمت تبريع الماليه وحيدوه جاب الرئيس اخر. إذا والله ما عندي فيه إيضاح بحال بحال اللي كنعرف هو أنه بدا قرار حزبي ديال الحي ولا ما تحيي ما خداش قرار حزبي. مستشارين واش وقعوا ولا ما وقعوش الله أعلم. كيف يقول لك وقع على حدود السيد أمين العام هذه أنا عندي فيها طوابع كامل واش كاين في شي ولا ما كاينش. منو الأمين العام هو تحت الضغط؟ تفضل دور قرب هذا تماما. اللغه اللي تحدثت بها سابيا اليوم هي لغه مطمئنه الى حد ما، ولكن واقع الحال يقول العكس. نتذكر جميعا رساله اكوادور والتي وجهها في مجموعه من الدول وتحتاج الى اجابات، لدرجه ان سي عطيف انا يعتزم تم الشكوى في القضية ما ورد في رسالة الإكوادور من القضاء وتتبع الاتهامات التي تم توجيهها آنذاك. اليوم الاقتراح اللي خرج به السي عطيف وهبي يلاحظ أن منطق الاصطفافات لا زال ضعف الأسرى والمعاصرة رغم أنكم نفيتوا، والدليل هو أن السيد أمين العام هو الذي رد على الخرجات ديال السي عطيف وهبي و شخص اخر ينتمي للتيار ديال السيد الجماس اللي هو عبد المطلب عميه وكيرد مره اخرى على عبد الطفول. هذا منطق الاصطفافات تقولون على انه ليس هناك اصطفافات منذ تشكيل اللجنه التحضيريه المشتركه اللي كانت موسعه. انتهى منطق الاصطفافات، انتهى منطق التقاطبات، ولكن واقع الحال داخل الاسر المعاصره يؤكد ان هذه الاصطفافات المستقبليه تتجه في سكه والشرعيه تتجه في سكه. وشكرا. هذه في اي تجمع الاحزاب في اي جبهه كتلقى الناس كتحارب واحد واحد. انا قريب ليا سرحان ولا وهبي ولا مش بس عيب مجموعة اخرى في قريب ما هادشي ماشي عيب يكون داخل كاين الناس اللي كيختلفوا مع وهبي كاين الناس اللي كيختلفوا مع الشماس كاين الناس اللي كيختلفوا مع عبيد الله ماشي عيب يكون عندنا داخل بالعكس داكشي كنا راه صندوق كل اسبوعين هكذا كاين اللي كيتفق مع الشماس كاين اللي كيختلف معاه كاين اللي كيتفق مع عبيد الله كاين اللي كيختلف معاه عادي باش الناس ما عجبوش هادشي اللي كاين وهبي قلت عليه هو الندوة العلمية اليوم علاش نحتاروا لأنه ماشي حيت قال داكشي وهبي راه مسؤولين وهي غادي وحنا نمنعوا الناس عبر على راسها وهبي عبر على الرأي ديالو وكان ما عجبش الناس بس مقدر يقول واش عجبو ولا حنا اللي قلت هو أنه أي مؤسسة أي مؤسسة تمسها اي مناضل من المناضلين ما محتاجاش واحد يدافع بالعكس انا خصني ندافع على المناضل نحترم لي حقهم في التعبير وابداء الراي شي مؤسسه من السهر ما خاتها اذا كان دابا وهبي فاش كان يعني اذا واحد ولا شي ناس على شي موقف ضد مبادئ الحزب نقولوا له حبس انا كنتكلم بصفتك امين عام
وبيك المدرسة مرشح أبدا يتحمل مسؤوليتي فيما يقول. أي مؤسسة كنقولها أحسست بما فعله وهبي يسيء إليها أو تقولها فلها وسائل للقطع. إحنا محتاجين شي مؤسسة ما محتاجنا ندافعوا عليها.